بعد أن قمنا بتغيير مكثفات 10 فولت بمكثفات أخرى أقوى منها بقليل وهي مكثفات 16 فولت كما تظهر هنا، سنقوم بتركيب الباور سبلاي ونقوم بالتجريب. بعد أن قمنا بتغيير المكثفات 10 فولت بأخرى 16 فولت كما تلاحظون في الفيديو جانبا، قد ظهرت القنوات وظهرت الإشارة بشكل جيد. ولمن يتساءل عن السبب الذي جعلنا نغير هذه المكثفات دون أن نقوم ببعض القياسات على هذه المنطقة التي تعتبر خاصة بالإشارة، بوردة الريسيفر تنقسم إلى نوعين، وهي نوعين أساسيين، بوردة كهذه بوردة صينية صغيرة وتعتمد على 3 ICs أو ترانزستورات خاصة بالإشارة. هذه الترانزستورات وهي صغيرة جدا كما تلاحظون، الرقم التسلسلي الخاص بها هو 85 كما تلاحظون، هي نفس الرقم الترتيبي لثلاثتها. هذه الترانزستورات هنا لها عمل رئيسي، وهو أنه هناك ترانزستور خاص بالأفقي وترانزستور خاص بالعمودي، وترانزستور كما لو يكون كأنه حماية شيء ما لهذه المنطقة. هذه الترانزستورات إذا فصل أحدها، أي الخاص بالإشارة الأوريزونتال، ستجد قنوات الفيرتيكال موجودة على جهازك، لكن لن تجد قنوات، والعكس صحيح، إذا ضرب ترانزستور الفيرتيكال ستجد قنوات الأوريزونتال ولن تجد قنوات الفيرتيكال على جهازك. أما في حالتنا هذه فكل القنوات بها إشارة نصف جيدة في حدود 15%، يعني أن الترانزستور الخاص بالعمودي يشتغل بشكل جيد. يمكن أن يكون العطب منه لكنه مستبعد لأنه يوصل الإشارة، وكذلك ترانزستور الأفقي يشتغل بشكل جيد بحيث أن كل القنوات تظهر فيها 15 إلى 16%، بمعنى أن التيار به عطل في مرحلة ما قبل هذا المكان، وهذا ما دعانا إلى تغيير المكثفات. وإن شاء الله في الدروس القادمة سأقدم شرحا تفصيليا لباقي العناصر حتى تتمكن من التوجه مباشرة إلى العطل وإصلاحه دون أن يأخذ منك ذلك وقتا طويلا. وللإشارة في المكثفات بين 16 و 10 فولت لا تعطي تغييرا في القياسات في الفولتية في هذه المنطقة. في الفيديو القادم سنشرح إن شاء الله طريقة تغيير هذه القطعة، إذا كانت لديك قطعة أخرى بها أسلاك أكثر من 4 أو أقل من 4، كيف يمكن أن تتعامل معها وتركبها على هذا الجهاز. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله من شروحات الريسيفر، ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا لتتوصلوا بالجديد. دمتم في رعاية الله.